أهلا بكم إلى أخبار الجزائر. والبداية بإصابة 25 شخصا صباح اليوم إثر انقلاب حافلة لنقل المهاجرين ببومرداس، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. قام شاب بأولاد عيش بالبليدة بإطلاق النار على كهل بعد حدوث مناوشات بينهما أدت إلى وفاته، في حين يوجد الجاني في حالة فرار. قدمت الشركة الروسية شارينج تكنولوجي عرضاً للمصالح المحلية لولاية باتنا لإنشاء مصنع للدراجات الكهربائية الذي من شأنه خلق فرص عمل مهمة في الولاية. أكد وزير العمل الجزائري إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في مناصب عمل دائمة إلى غاية سبتمبر الماضية. افتكت الجزائرية كيليان مور الفضية في بطولة العالم للجمباز ببلجيكا، وأضحت أول أفريقية وعربية تصعد على منصة التتويج في تاريخ بطولات العالم للجمباز. تبرع نجم المنتخب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية نبيل فخير بخاتم بطولة كأس العالم 2018 الخاصة به لمزاد علني مخصص لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا. نهاية النشرة وإلى اللقاء.